لو الحكاية فيها إن فيتو ليه اتنين اخوات قبليه وكنت بعمل مراجعات واشوف الدرجات في الورق وما كنتش باخد حاجة ويقول لي ده وجهة نظر مصحح. هي دي الكلمة اللي حافظينها، هما بيلموا فلوسه بس. عارف اسمه؟ ابني عامل تظلم في 4 مواد، فيزياء وكيمياء واحياء وعربي وجيولوجيا وعربي، وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من مسك قلم وظلم طالب او طالبه، وحسبي الله ونعم الوكيل في الوزير نفسه اذا كان هو اللي موصب كده، علشان هم بيتفننوا ازاي يدمروا البلد دي ومركزين مع الشباب بتاع الثانويه بالذات. لو الحكايه فيها ان فيتو